بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابي في الله، السلام عليكم. اليوم إن شاء الله جبتكم واحد الوصفة صيفية بامتياز، وصفة سهلة وكتوجد بسرعة وما فيهاش مكونات هما هذوك. المهم الوصفة يقدر يديرها الكبير والصغير. غادي نجيبو في الأول البطاطا، البطاطس غادي نديرو لها التقطيعات ديال الفريت، يعني في الأول غادي بحال اللي غادي نقطعو الفريت، وغادي نبقاو نديروها مربعات صغار. هذه الملاحظة هذه لوليداتي وبنيتاتي اللي باقيين عاد كيتعلموا، يعني المبتدئين، غير تقطعوها بحال اللي غادي تقطعوا الفريت وتوليو ديروها مربعات صغار بحال اللي غادي نديروا بها سليطه. نديروا واحد 3 ديال المعالق ديال الزيت في مقلاة اللي ما كتلصقش. المهم البطاطا ولا البيض ولا الزيت ولا داكشي كيبقى على حسب الكميه اللي غادي ديروا. انا بالنسبه لهاد 3 ديال البطاطات الكبارات راني درت 3 ديال المعالق ديال الزيت، درتهم في المقلاة اللي ما كتلصقش حتى سخنت لي شويه. عادوا غادي نتوما تلاحظوا، عادوا لحت فيها ديك البطاطس وغادي نحركها شويه بحال هكذا. يعني هذه في الساعه كتوجد هاد الوصفه هذه، وصدقوني كما قلت لكم كتجي لذيذه، ما تشبعوش منها، ووليداتكم غادي يوليو مدمنين عليها في هذا الصيف، وغادي تهنيكم من الوليدات ما كياكلوش الطواجن ولا ما ياكلوش الخضره ولا، هذه غادي ياكلوها وغادي تكونوا مرتاحين في هذا الصيف. ملي غادي ندير ديك البطاطا غادي نغطيو هذيك المقله، غادي نغطيوها، انا ما عنديش شي مغطى اللي تجي على ديك المقله. درت لها هاد الطاوه ديال البيتزا كتغطيها وكتخليها تطيب، هذاك الغطاء اللي كنغطيو ديك البطاطا بحال في الساعه كطيب، يعني ما كتشدش واحد المده طويله. جربوا هاد القضيه هذه وغادي تشوفوا في الساعه غادي تطيب. هنايا انا يا راني غادي نفقس البيض ديالي. في الاول كنت درت غير 3 ديال البيضات، ولكن ملي قطعت البطاطا وبانت لي يعني كثيره زدت بيضه. نتوما كما قلت لكم الوصفه على حسب كل واحد، اللي غادي يدير بطاطا وحده واللي يدير زوج واللي يدير 3 واللي يدير اكثر. المهم 4 ديال البيضات انا درت. هذا بالنسبه للدجاج. بالنسبه للدجاج انا يا ما طيبتوش، كان عندي يعني شايط في الثلاجه وجبت هذا الطريف، هذا الهبره تاع الدجاج. هذا يعني ماشي بالضروره يكون عندكم ديروه، ولكن الا درتوه كيعطي واحد اللذه رائعه. حنا الامهات دائما ملي كتشد شي دجاج ولا كتشد شي حاجه كنهزوها تكون عاد نقيه، كنديروها في كونجيلاتور ولا في الثلاجه حتى نوليو لها ونشوفوا واش نديروا بها. المهم انا هاد الطريف هذا ديال الهبره كان عندي، قطعته فردته قطع صغيره كما قلت لكم كتعطي واحد اللذه زوينه لهاد الوصفه هذه. وهنايا عندي الفرماج مربع، نتوما كان عندكم الفرماج موتزاريلا ولا الفرماج الاحمر ولا اي نوع ديال الفرماج عندكم ديروه، يعني اللي بغيتوه ديروه، ولكن بالنسبه للدجاج الا ما كانش عندكم ماشي مشكل. هنايا من بعد ما الاخر البطاطا ديالي طابت شويه بحال اللي حركتها، يعني باش اللي كان الفوق يهود لتحت، غير هكذا واحد الشويه وصافي. وغادي نولي نغطي عليها مره ثانيه، يعني في الساعه كطيب، ما غاديش نطولوا عليها بزاف، راها في الساعه كطيب، وانا ما غاديش نخليها تحمر بزاف بزاف، غادي نشوف غير داك تعطي واحد اللون ذهبي وصافي. هنا داك البيض غادي نزيد عليه الملحه. اللي زوين في هذه الوصفه هذه اننا ما كنديرو حتى عطريه، كنديرو غير الملحه وصافي. هذاك الدجاج كيكون فيه شويه ديال العطريه وفيه الملحه، حتى الملحه ما كنكثروش، والفرماج فيه الملحه. هنا بالنسبه للبطاطا ما كنتش درت الملحه في الاول، نسيتها سبحان الله، غادي عاد ندير دركا، غادي ندير شويه ديال الملحه ما نكثروش، لان كما قلت لكم الفرماج فيه الملحه، وداك الطريف ديال الدجاج حتى هو راه طايب في الملحه، وما كنديروا لا فلفله كحله ولا فلفله حمراء ولا حتى شي حاجه، غير غير الملحه، وصدقوني كتجي لذيذه ورائعه. الا كنتو باغيين، كاين الوليدات يعني اللي كيبغيو بحال مثلا كاشير ولا شي حاجه، كان عندكم الكاشير ديروه ماشي مشكل، ولكن هنايا راني زدت الملحه. ولكن الا ما كان عندكم لا كاشير لا والو، راه كافيه البيض والفرماج والبطاطا كتجي رائعه بمعنى الكلمه.
ولكن إلا زدتوا معاها شوية ديال الدجاج، بالنسبة للأمهات اللي كيطيبوا الدجاج وكيشيط لهم، ما تلوحوش ديروه في الثلاجة ولا في الكونجيلاتور من بين، وديروه هكذا بحال هاد الوصفات بحال هكذا. هنا داك الدجاج اللي فردته غادي نديرو كامل، نقسمو على ديك البطاطا كاملة هكذا يعني بالتساوي، باش كلشي يعني ديك الاومليت ولا كيما قلت لكم اومليطه ولا تورتيه ولا المهم نقسم عليها كامله. وغادي نجيب داك الفرماج المربع غادي نديرو هكا حتى هو، غادي نحطو فوق دوك البطاطس، وإلا كان عندكم الفرماج رابي يعني محكوك حتى هو غادي ديروه مع كامل الاسف. هنا اللقطه ديال البيض مشى لي انا، يسعدني راني نصور ساعه ما صورتش، المهم ماشي مشكل، خويت داك البيض كامل خويته على ديك البطاطا والفرماج والدجاج. هنايا الا بغيتو تخليوها فوق النار غير بحال هكا، غادي تنقصوا لها النار حتى كيطيب البيض على خاطرو. انا بالنسبه لولادي كيبغيو داك هذاك الفرماج وداك البيض يبغيوه يكون طايب بزاف، يعني الا بغينا نقولوا محمر بزاف، ولهذا كنديروا في الفران اليد ديال المقله باش ما تحرقليش في الفران، كنغطيها بالبابي الومنيوم وكندخلها في الفران وكتخرج بهذا الشكل هذا، يعني كيبغيوها بحال هكا يعني محمره بزاف كاع، فايته شويه على التحمير. كنحطها هكذا في الطبيصيل، كنزيدو معاها طبعا سلطه ولا كنزيدو معاها فلفله ولا كنزيدو يعني نتوما والاخر ديالكم والامكانيات ديالكم، وما هي راها كافيه بالنسبه لولادي اللي وبناتي الطلبه اللي على برا، وهذه راها كافيه، هذه راها كتشبع ما شاء الله. كتفرقوها بحال هكذا صدقوني، الاهم انها كتجي لذيذه 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 بزاف. الا بغيتو يعني ديروا هاد الوصفه هذه راها سهله ومكونات بسيطه، وكما قلت لكم ما قليناهاش بزاف في الزيت، يعني ما كثرناش الزيت باش ضرنا، وحتى الحوايج الاشياء اللي درنا فيها البيض مفيد، الفرماج مفيد، الدجاج مفيد، يعني ما درناش فيها شي حاجه اللي غادي تضرنا. وتقولوا لي لا راه مقليه في الزيت، راه كما قلت لكم درت جوج معالق حتى لثلاثه، يعني كل واحد على حسب الكميه ديال البطاطا اللي عنده. هذه كتجي هكذا زوينه مع عصير، مع سليطه، مع فلفل، يعني هاد الحويجات ديال الصيف بحال هكذا ما كاين ما احسن هكذا باش وليداتنا ياكلوا مزيان. نطلب من الله تكونوا استفدتوا معايا، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.